وفقا للأرقام التي صرح بها مدير دائرة مراقبة الشركات والتي نفى فيها إغلاق 25 ألف شركة خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد الشركات التي طلبت تصفية اختيارية لأعمالها 2146 شركة، تركزت غالبيتها في فئة شركات التضامن، بينما طلبت شركة مساهمة عامة واحدة التصفية الاختيارية. أرقام الشركات التي خضعت للتصفية الإجبارية في المقابل كانت متواضعة، إذ بلغت 12 شركة فقط. 10 شركات كانت ضمن فئتي المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة، وتوزع الرقم بينهما بالتساوي. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال العام 2018 5466 شركة، وذلك برؤوس أموال وصلت إلى 158 مليون دينار، مما يدل وفقا لدائرة مراقبة الشركات على سلامة البيئة الاستثمارية واستمرار عمليات تسجيل الشركات ضمن معدلاتها السنوية.